بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا دكاتره الموضوعات اللي هتتشرح دلوقتي موضوعات مبنيه على المحاضرتين اللي فاتوا الى حد ما، فاتمنى تكونوا راجعتوهم. والموضوع اللي هيتشرح دلوقتي وملحقاته من اهم الموضوعات طبيا في المستقبل باذن الله، فيمورال تراينجل وفيمورال شيث وكنال وهرنيا، وكلهم مهمين. انا طبعا اللي محدده للشباب باللون البنفسجي هنا ده، او اللي متحدد في الصوره دي بالبنفسجي، هو الفيمورال تريانجل. احنا اتفقنا فيمورال منسوب الى ثاي في اللغه اللاتينيه، المثلث الفخذي، فيمورال تريانجل. ايه تعريفك ليه؟ بصوا بقى نتفق من دلوقتي على حاجه مهمه خالص، والشباب اللي كانوا حضروا في المشرحه سمعوا الكلمتين دول، واتمنى الكل يسمعهم ويهضمهم كويس. احنا بنقسم الثاي توبوجرافيكالي، يعني من الناحيه الجغرافيه، الى ثلاث اجزاء. ازاي يعني؟ upper third of the thigh هيبقى موجود فيه مثلث مهم جدا اللي هيتشرح دلوقتي واسمه فيمورال تريانجل. ميدل ثيرد اوف ذا ثاي هيبقى فيه كنال مهمه مستخبيه تحت عضله سارتوريوس وفوق عضله ادكتور لونجس وماجنس، هيبقى اسمها ادكتور كنال او سبسارتوريال كنال، سبسارتوريال عشان هتبقى تحت السارتوريوس. في التلت الاخير من هذه الفتحه لحد ما يخلص التلت الاول في الليج هيبقى فيه معين ورا الركبه اسمه بابليتيال فوسه. اللي يطلع من الفيمورال تريانجل يلاقي نفسه في الادكتور كنال، اللي يطلع من الفيمورال تريانجل يلاقي نفسه في الادكتور كنال، اللي يطلع من الادكتور كنال اللي تنتهي بالاوبننج اللي في الادكتور ماجنس اللي قلتها لكم يلاقي نفسه ورا الركبه في البوبليتيال فصه، يعني في الحفره اللي ورا الركبه. يبقى بدايه كده الناس فهمت ان الفيمورال تريانجل حاجه تخص التلت الاول من الفخذ. المثلث اللي انت شايفه ده قاعدته اهي وقمته اهي، يبقى معدول ولا مقلوب؟ inverted triangular space ما بين العضلات اللي موجوده في التلت الاول في الفخذ من الامام. خدوا بالكم لان هو في وش الفخذ. اما تروح ميديالي في الميديال سايد اوف ذا ساي هتلاقي نفسك داخل في الادكتور كانال، تطلع منها تلاقي نفسك ورا الركبه في التلت الاخير في الفخذ من ورا. يعني قصدك ايه؟ الفيمورال ترانجل قدام وفي التلت الفوقاني، الادكتور كانال ميديالي وفي التلت الثاني، البوبليتيال فصة ورا وفي التلت التالت. اللي يطلع من قدام يلاقي نفسه في الميديال سايد، واللي يطلع من الميديال سايد يلاقي نفسه ورا الركبة. اذا هو الانفيرتد تريانجلر ديبريشن، هو المثلث المقلوب والمنخفض في الابر ثيرد اوف ذا فرونت اوف ذا سايد، التلت الفوقاني من واجهة الفخذ. عودت الشباب انه ما دام دي شكل هندسي في ديفينيشن يبقى العنوان اللي جاي حدود هذا الشكل الهندسي، باوندريز. اي مثلث في الدنيا عايز بيز وايبكس وتو بوردرز. البيز اهو يا اولاد الرباط الابيض اللي بيفصل البطن عن الفخذ، المنطقه اللي يلتقي فيها البطن والفخذ اسمها انجوينال ريجون، الرباط الابيض اللي فيها ده اسمه انجوينال ليجامنت. انت لحد دلوقتي عليك تفهم انه ليجامنت وبس. ليه؟ لانه بيربط عظمه هنا بعظمه هنا، رابط الانتيريور سوبيريور الياك سباين بتاعت الالياك كريست بالبيوبيك تيوبركل بتاع البادي اوف بيوبس. السنه الجايه ان شاء الله هتعرفوا ان هو في الحقيقه نهايه الابنيروزس بتاع الاكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل بتاعه البطن. بس والله ما دام شايفه رابط عظمه بعظمه مش هحسبه تندم وبس، هحسبه ليجامنت. انجوينال ليجامنت هو قاعده الفيمورال تراينجل. يبقى البيز موجه الى اعلى وفورمد باي ذا انجوينال ليجامنت. الايبكس هيبقى دايركت داونوردز، هيبقى بمقابله التو بوردرز. بس مين هم التو بوردرز؟ الميديال بوردر بتاع المثلث النور ماشي عليه اهو دلوقتي وانا محدده لكم بالعلامه ديت. ميديال بوردر بتاع العضله اللي شرحناها المره اللي فاتت الدكتور لونجس، ميديال بوردر هو الميديال بوردر اوف الدكتور لونجس ماسل. طب ومين اللاترال بوردر في المثلث؟ ميديال بوردر بتاع عضله سارتارياس، العضله الخياطيه، اطول عضله في الجسم اللي هي بتفصل الادكتور كومبارتمنت عن الاكستنسور كومبارتمنت في الثاي. تمام يا اولاد؟ حلو قوي. الشباب ركزوا معايا، هتستغربوا حاجه، سواء ميديال بوردر في المثلث او لاترال بوردر في المثلث هيكون ميديال بوردر من عضله. فالناس تسال نفسها هم ليه ما قالوش حدود المثلث لاترال بوردر في ادكتور لونجس مع ميديال بوردر في سارتوريوس مثلا؟ ليه ما قالوش حدود المثلث ميديال بوردر في ادكتور لونجس مع لاترال بوردر في سارتوريوس؟ اشمعنى يعني ميديال بوردر في ادكتور لونجس وميديال بوردر برضو اوف سارتوريوس؟ بص يا اولاد تعريف المثلث انه ديبريشن. احنا في المشرحه
اول ما بنشيل السكين والفاشيا من هنا الفورمالين بيطلع من الجثه اللي كان محقون في الجثه، بيطلع الميه بتاعت الفورمالين بتسيل على الارضيه، بس بيتبقى بحيره فورمالين في المكان ده. قصدي يقول لك المكان ده منخفض ويسمح بسائل في التجمع فيه. صحيح انت شايفه فاضي؟ لا، في ارتري وفين ونيرف، والفورمالين لما يتجمع يعمل لي هنا جتر طبق، اولها ميديال بوردر اوف ادكتور لونجس واخرها ميديال بوردر اوف سارتوريس. عارف ده معناه ايه؟ كل العضلات اللي جايه من الادكتور كومبارتمنت بتميل لورا، بترجع لورا. والناس عارفه ليه؟ لان كلهم ماسكين في ظهر الفيمر، يا في البكتينيا لاين اوف فيمر يا في اللينيا اسبرا، فالعضلات دي لازم تميل الى الخلف. انما سارتوريس عضله اماميه عاليه مع زمايلها، فنهايه انخفاض الادكتورز هيقابل ارتفاع السارتوريس. قصدي اقول لك ان السارتوريس في مستوى اعلى من البكتينياس والادكتور لونجس، فده هيخلي المثلث يبقى محدود خارجيا بالميديال بوردر بتاع العضله العاليه اللي اسمها سارتوريس، وداخليا بالميديال بوردر بتاع العضله اللي بتوطى بعد كده جوه المثلث واسمها ادكتور لونجس. يبقى الحرف الميديال لادكتور لونجس عالي، وبعد كده كل العضلات بتميل عشان تروح ورا الفيمر، ونفاجئ بان الدنيا عليت تاني عند السارتوريس. ايه بقى الايبكس بتاع المثلث؟ مقابله الادكتور لونجس لسارتوريس، وهتكون سارتوريس راكبه فوق الادكتور لونجس عند المقابله. يا ريت ما تنساش المعلومه اللي هقولها دلوقتي، اللي هيحط صباعه في قمه المثلث، وانا خليت حد من الشباب في المشرحه حط صباعه هنا فعلا، لقى ايده اتسحبت في قناه كانه لبس جوانتي تحت عضله السارتوريس، صباعه فعلا اتسحب في قناه من الفاشيه تحت عضله السارتوريس. اللي يخرج من قمه الادكتور تراينجل يلاقي نفسه في الادكتور كانال، اللي يخرج من قمه الفيمورال تراينجل يلاقي نفسه في الادكتور كانال. The apex is continuous below with adductor canal. تمام. تعالى بقى للارضيه، الفلور بتاع المثلث معمول بايه؟ شوف كده، from medial to lateral adductor longus، يليها المشط بيكتينياس، يليها اللي جايه من العمود الفقري سواس ميجور، يليها اللي جايه من الالياك فصه في الالياك بون الياكس مصل، والياكس وسواس ميجور توجذر زي ما اتفقنا بيعملوا عضله اسمها اليو سواس. على فكره احنا فوق الانجوينال ليجامنت نعرف نميز سواس ميجور من الياكس لوحدهم. في الفيمورال ترانجل بيندمجوا مع بعض وبيبقى صعب تمييزهم من بعض، ويبقى اسمهم على بعض اليو سواس تندون. الحاجه الوحيده بعد شويه اللي هتخليني افرقهم من بعض انه مكان النور كده هيمشي بعد شويه الفيمورال نيرف، فيقول لك اللي ميديال ليا سواس ميجور واللي لاترال ليا الياكس. تعالوا بقى للروف، وعايز الناس تركز في الروف لانه ده انت لو جراح وهتشتغل في الفرونت اوف ذا ثاي عليك تراعي كل ما يلي. انا عايزك تفتكر ان الروف فيه 1 2 3 3. ايه 1 2 3 3؟ طبعا الروف الاول هلاقي فيه سكن جلد، وانا هفتحه اهو، هلاقي تحته سوبرفيشال فاشيا، يبقى بعد السكن هلاقي سوبرفيشال فاشيا، جوه السوبرفيشال فاشيا او الدهن هلاقي بقى 1 2 3 3 اللي هم ايه؟ فين واحد ومجموعتين من الغدد الليمفاويه وثلاث مجموعات من الشرايين والاعصاب. خلينا الاول في رقم 1، شايفين الوريد الازرق ده؟ اطول وريد في جسم البني ادمين. انت دايما هتلاقي في اللور ليمب اكبر عظم واطول عظم واطول وريد واطول عضله واقوى تندون وهكذا، لان اللور ليمب ده هو اللي عليه تحميل البادي ويت كله، فكل حاجه فيه كبيره. اطول وريد في الجسم كله، اطول وريد، لكن مش اكبر وريد يا شباب، ها؟ اكبر وريد من حيث العرض، الوريد الاجوف السفلي او الانفيريور فينا كيفا، انما اطول وريد من حيث المساحه الطول يعني هيبقى هو الجريت سافينس فين. اعلى حته من الجريت سافينس فين موجوده في سقف الفيمورال تراينجل، يبقى هتقول لي ابر بارت اوف ذا جريت سافينس فين والروافد اللي بتصب فيه ات از تريبيوتريس. انما هو بادئ فين؟ لا، ده بادئ عند صباع رجلك الكبير، دي نهايته، ده اعلى حته في الجريت سافينس فين. تعالى بقى نتفق على الثلاثه ارتريس اللي موجودين هنا اللي هم معاهم الروافد بتوع الجريت سافينس فين. الناس شايفه ان في شريان رايح ميديالي، وفي شريان ماشي في وسط الدهن اهو رايح لاترالي، وفي شريان طالع من الدهن اهو رايح ناحيه السره لفوق. الثلاثه كونهم في السوبرفيشال فاشيا لازم الثلاثه يبقى اسمهم ثلاثه سوبرفيشال، وكونهم كلهم في الانجوينال ريجون عند مقابله البطن والفخذ يبقوا كلهم انجوينال ارتريس، جايين من شريان مستخبي جوه هنشوفه بعد شويه اسمه الفيمورال ارتري. يبقى انت هتقول على الثلاثه دول ايه؟ الثلاثه سوبرفيشال انجوينال برانشز بتوع الفيمورال ارتري. انما الفيمورال ارتري جوه المثلث في الاعماق، هو بيطلع دول
من خلال الديب فاشيا للسوبرفيشيا الفاشيا عشان كل واحد يمشي طريقه. الثلاثه دول طرقهم كما يلي: شريان هيمشي ميديالي، وشريان هيمشي لاترالي، وشريان هيمشي ابورد اند ميديالي. خلينا نخلص من اللي ماشي لاترالي. الشريان اللي ماشي ده هوريه لك في صوره اوضح كمان شويه، ماشي تحت الانجوينال ليجامنت وبيلف عشان يوصل للانتيريور سوبيريور الياك سباين. ما دام يلف يبقى سيركمفلكس، وعايز الياك سباين يبقى اسمه سوبرفيشال سيركمفلكس الياك ارتري. الشريان الثاني هيعدي قدام الانجوينال ليجامنت ويطلع في اتجاه السره، وورا السره موجوده المعده، وفوقها منطقه اسمها ايبيجاستريك ريجن. الشريان بيقرب من الايبيجاستريك ريجن يبقى اسمه سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري. ايبيجاستريان منطقه في البطن فوق المعده مباشره، يعني وراها المعده، هو متجه في اتجاه المربع اللي فيه المعده في البطن، فيقولوا عليه سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري. الاخ اللي بعده هيمشي ميديالي ويعدي قدام الحبل المنوي في الرجاله او رباط الرحم في الستات، ويدخل يغذي الاعضاء التناسليه الخارجيه. الاعضاء التناسليه الخارجيه اسمها في اللاتيني اكسترنال بيودندم، يبقى الشريان اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودندال ارتري. كل ارتري من اللي قلتهم لكم ماشي معاه فين؟ هيصب في الجريت سافينس فين. يبقى خلصنا مع الشباب من الثلاثه سوبرفيشال انجوينال ارتريس اللي جايين من الفيمورال ارتري. كده عرفت واحد وثلاثه، فاضل بقى اتنينات. مين الاتنينات؟ في كوتينيوس نيرفز وفي انجوينال ليمف نودز. مين التو كوتينيوس نيرفز اللي موجودين في سقف المثلث؟ شايفين ده يا اولاد؟ عصب بيطلع من اللمبر بليكسس ويمشي على عضله الياكس، وهيخترق الديب فاشيه اللي في سقف المثلث في اللاترال انجل، مكان ما عضله سرتوريس عامله الحدود، خارج من اللاترال انجل اوف ذا تراينجل وماشي في سقفه شويه. هتقول لي مين هو؟ لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. في بدايته بيبقى موجود في اللاترال انجل بتاعه التراينجل، وهنشوفه تاني في صوره جايه برضه. طب والشريان التاني شايف ده؟ في شريان طالع من جوه عضله سواس ميجر، يعني برضه جاي من اللمبر بليكسس اللي جوه العضله، ويتقسم فرعين وهو نازل، فرع يروح للجينيتاليا الاعضاء التناسليه يعني، وفرع يروح للفرونت اوف ذا ثاي. جينيتاليا جينيتاليا، ثاي فيمورال، يبقى اسم العصب العصب التناسلي الفخذي جينيتو فيمورال نيرف. ليه فرع جينيتال؟ مالكش دعوه بيه في الفيمورال تراينجل. ليه فرع فيمورال؟ هيمشي في سقف الفيمورال تراينجل. فيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف موجود في سقف الفيمورال تراينجل، وده موجود بقوه زي ما انت شايف، يمكن اللاترال كتينس موجود في الزاويه الخارجيه وبس. بعد كده يا اولاد في مجموعتين من الانجوينال ليمف نودز، انا هعيد للشباب بس في الصوره دي تاني ايه هم الارتريس اللي موجوده في سقف المثلث فوق الديب فاشيا. سوبرفيشال سيركمفلكس الياك ارتري رايح للانتيريور سوبيريور الياك سباين. سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري هيتجه في اتجاه المعده. سوبرفيشال اكسترنال بيدندال ارتري رايح للاعضاء التناسليه الخارجيه، وادي الابر بارت بتاع الجريت سافينس فين معدي في السافينس اوبننج اللي قلناها لكم قبل كده. وادي يا اولاد الفيمورال برانش بتاع الجينيتو فيمورال نيرف، وادي اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا سايد. تعالى بقى في مجموعتين من الغدد الليمفاويه في سقف المثلث، كونهم في الدهن، انا كده قاطع الجلد ومنظف الدهن اللي هنا، الحاجات دي كانت جوه الدهن قبل ما ننظفه، وادي الديب فاشيا باين خيال سرتوريس تحتها اهو زي ما الشباب شايفين، صح؟ اسم المجموعتين دول من الغدد الليمفاويه سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز، سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز، انجوينال لانهم قريبين من الانجوينال ليجامنت، سوبرفيشال لانهم تحت الجلد في الدهن الاصفر. مجموعه هوريزونتال ومجموعه فيرتيكال. المجموعه الهوريزونتال بيلو اند بارلل تو انجوينال ليجامنت، تحت وبمحاذاه الانجوينال ليجامنت. المجموعه الفيرتيكال الونج ذا جريت سافينس فين، عاملين مع بعض تي شيب ارينجمنت، واخدين شكل حرف تي، تي شيب ارينجمنت. يبقى المجموعتين هما سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز، فيرتيكال جروب الونج جريت سافينس فين، هوريزونتال جروب بيلو ام بارلل تو انجوينال ليجامنت. بعدين هتفهموا ان دول مهمين في الجراحه جدا جدا، بالذات مثلا لو المجموعه دي كبرت عند بني ادم يبقى عنده مشكله يا في الجينيتاليا زي مرض تناسلي زي الزهري والسيلان، يا عنده بواسير، لان هتعرف ان الانال كنال الشرج بيتنظف على الميديال جروب في الهوريزونتال جروب بتاع الانجوينال ليمف نودز، سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز. تمام، انا عايز الشباب في الصوره دي تاني الشرايين اهي،
superficial circumflex iliac vessels, superficial external pudendal vessels وده الحبل المنوي قطعينه اهو, superficial epigastric vessel قطعناه قبل ما يكمل طريقه لفوق, وادي اعلى حته في الجريت سافينس فين رايحه تصب في الفيمورال فين, واديني باكد للشباب ان التلات شرايين طالعين من الفيمورال ارتري اللي مستخبي ورا السافينس اوبنينج. طبعا انتوا كبرتوا شويه بقى من الكام شريحه اللي فاتوا وتعرفوا لي ان دول برانشات الفيمورال برانش اوف جينيت الفيمورال نيرف, واللي في الزاويه الخارجيه للمثلث ده هو اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. وبالمره بقى ادي الهوريزونتال جروب بتاع السوبرفيشال انجوينال لينف نودز, وادي الفيرتيكال جروب بتاع السوبرفيشال انجوينال لينف نودز ماشيين مع الجريت سافينس في. تعالوا بقى سقف المثلث, ماشي الروف بتاع المثلث هنكمله, انت خلصتني من سكن وسوبرفيشال فاشيا, فاضل ايه؟ هنكمل ونقول فاضل الديب فاشيا. مين الديب فاشيا اللي في سقف المثلث ديت؟ جزء من فاشيا لاتا بتاعه الثاي, وفي حاجه مهمه خالص هي طولها 3 سم وعرضها سم ونص اللي هي السافينس اوبننج, تقع على بعد 3 سنتيمتر بلو اند لاترال طول العظمه اللي بارزه اللي اسمها بيوبيك تيوبركل. انزل تحت البيوبيك تيوبركل 3 سم لاترالي كده هتلاقي السافينس اوبننج مفتوحه والجريت سافينس فين بيعمل هوكينج اراوند اتس لوور بورد. تعالوا بقى نشوف في ايه جوه الفيمورال ترانجل كونتنتس. اول حاجه جوه المثلث الغلاف اللي بيغلف الارتري والفين, الغلاف اللي بيغلف الارتري والفين هنبقى ننزل لكم فيديو من المشرحه هنوريكم الشيس واحنا فتحناه مع الشباب اللي كانوا واقفين وهوريكم الشيس بعينيكم قبل ما يتشال. فيمورال شيس اهو في الصوره دي, شايفين الغلاف الشفاف اللي بيحوط الفيمورال فين والفيمورال ارتري ده؟ هو ده الفيمورال شيس, عباره عن ايه؟ قمع من الفاشيا فانل شيب فاشيال شيس محوط اول 3 او 4 سنتيمتر في الفيمورال ارتري والفيمورال فين اللي هم الفيمورال فيسلز. فيمورال شيس وهشرحه بالتفصيل بعد شويه. القمع اللي معمول من فاشيا ومغلف اول 3 4 سم في الفيمورال ارتري والفيمورال فين جوه الفيمورال ترانجل. بعد كده في مجموعه من الغدد الليمفاويه جوه المثلث ميديال للفيمورال فين, اكيد هوريك صوره دلوقتي موجودين فيها. مجموعه واحده من الليمف نودز اسمها ديب انجوينال ليمف نودز. طبعا اللي شفتهم في الصوره اللي فاتت دول سوبرفيشال انجوينال ليمف نودز, انما لا تحت بقى جوه المثلث وميديال للفيمورال فين هيبقى فيه ثلاث غدد ليمفاويه كده اسمهم الديب انجوينال ليمف نودز. هشوف صوره كده يكونوا موجودين فيها. شايفين يا اولاد؟ ادي فيمورال فين وادي فيمورال ارتري, واحنا فكينا الشيس اللي كان مغلف اول 3 4 سم منهم, وفي جنبك ثلاث غدد ليمفاويه اهم ميديال للفيمورال فين هم الديب انجوينال ليمف نودز. بعد كده بقى في تو جروبس اوف فيسلز اللي هم فيمورال ارتري وفروعه وفيمورال فين والروافد اللي بتصب فيه اللي هو اهمهم الجريت سافينس فين, ده اهم حاجه هتصب في الفيمورال فين. فيمورال ارتري كل فروعه بتطلع في الفيمورال ترانجل زي ما هتعرفوا في الفاسكولار موديول بقى, اللهم الا فرع واحد بس اللي هيبقى اسمه النازل الى الركبه, ده هيتولد في الادكتور كانال, يبقى فيمورال ارتري وكل فروعه موجوده ما عدا اللي هينزل للركبه ديسندنج نازل جينيكولر للركبه. ديسندنج جينيكولر ارتري هو الفرع الوحيد اللي مش هيطلع من الفيمورال ارتري في الفيمورال ترانجل. فلو جاي لك سؤال ام سي كيو بيقول لك all of the branches of the femoral artery arise in the femoral triangle except, هتدور لي على descending genicular artery, ما بيطلعش من الفيمورال ارتري واحنا في الفيمورال ترانجل, بيطلع من الفيمورال ارتري واحنا في الادكتور كانال اللي تحت عضله سيرتوريس. طبعا الثاني هيبقى الفيمورال فين ميديال للفيمورال ارتري وبيستقبل رافد كبير قوي اسمه جريت سافينس فين. ايه بقى الثلاث اعصاب اللي جوه المثلث؟ اهم عصب في المثلث اهو يا اولاد فيمورال نيرف, مكانه فين؟ لاترال للفيمورال ارتري, بس انا عايزك تركز في كلمه قوي, خارج الفيمورال شيس, اوتسايد ذا فيمورال شيس, بره الفيمورال شيس موجود الفيمورال نيرف. طب ومين العصب الثاني اللي في المثلث؟ لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي, بديهي قبل ما يطلع لسقف المثلث ويبقى في الدهن اللي فوق المثلث فوق الزاويه دي جاي اساسا من جوه المثلث. اه طبعا هتقولوا مره في الروف ومره في المحتويات, لاترال كوتينيوس نيرف اوف ساي. فاضل واحد هنا مش مرسوم في الصوره دي الفيمورال برانش بتاع الجينيتو فيمورال نيرف, ايوه برضو يا شباب قبل ما يطلع للجلد والدهن لازم يكون جاي من جوه المثلث, بس ده بقى كان نايم جوه اللاترال كومبارتمنت اوف ذا فيمورال شيز, كان مع الفيمورال ارتري في الغلاف. هو حد يغلط
كلمه فيمورال نيرف هتيجي مرتين، فيمورال نيرف وبس او فيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. فيمورال نيرف الكبير لاترال الفيمورال ارتري وبره الفيمورال شيس. فيمورال برانش بتاع جينيتو فيمورال نيرف جوه الشيس مع الارتري، واظن انا جايب لكم صوره لكده هتشوفوها كمان شويه، هقولها في الفيمورال شيس ان شاء الله. تمام يا اولاد؟ يبقى ادي فيمورال نيرف لاترال للفيمورال ارتري، وفيمورال ارتري لاترال للفيمورال فين، وفيمورال فين لاترال للديب انجوينال ليمف نودز. تمام. ندخل بقى في موضوع خطير. فيمورال شيس. مهم قوي يا شباب. فيمورال شيس. الغلاف الفخذي. فيمورال شيس. ايه تعريفه؟ ارجع للصوره دي تاني كده. اهو. قمع مقلوب او جردل مقلوب من الفاشيه يحيط اول 3-4 سم من الفيمورال ارتري وفين جوه الفيمورال تريانجل. قولها كده تاني بقى. فانل شيب شيث معمول بداون وورد اكستنشن اوف فاشيا، امتداد سفلي لفاشيا جايه من الابدومين لور ابدومين وداخله الثاي وبيحوط اول 3-4 سنتيمتر من الفيمورال فيسس. شايف يا شباب؟ احنا الصوره دي جايه ازاي؟ الناس مش واخده بالها. ماشي، بصوا بقى. ده واحد واقف بالجنب، سرته في الليفل ده، سرته مكان النور كده، سره البطن هنا. يعني دي الانتيريور ابدومينال وول في جزئها السفلي، وهنا بدا فخده. التقاء البطن بالفخذ هو الحته الغطسانه دي اللي اسمها انجوينال ريجون، وده الانجوينال ليجامنت. طلع زي ما قلت لكم عضله البطن الخارجيه لما بتلف بتبقى هي الانجوينال ليجامنت. ركزوا لي بقى، بصوا يا اولاد. دي الاكسترنال اوبليك بتاعت البطن. وراها على طول الانترنال اوبليك بتاعت البطن. وراها واحده متخططه بالعرض اسمها ترانسفيرسس ابدومينس. ورا ترانسفيرسس ابدومينس في فاشيه شايله اسمها فاشيه ترانسفيرساليس، يعني الفاشيه اللي في ظهر العضله المخططه عرضيا ترانسفيرسس ابدومينس. تاني عشان ما حدش يتوه، الراجل ده واقف بالجنب ودي بطنه من قدام وظهره مش متصور في الصوره خالص، ودي بدايه فخده من قدام، وده الرباط اللي بين البطن والفخذ اللي اسمه انجوينال ليجامنت، وده ممتد من احد عضلات البطن. البطن فيها ثلاث عضلات جانبيه، عضله مايله لتحت وعضله مايله لفوق external oblique وانتر oblique، وعضله ما فيهاش ميل خالص transversus abdominis. ورا الترانسفيرسس دي في فاشيه اسمها فاشيه ترانسفيرساليس او ترانسفيرساليس فاشيه. حلو قوي. ظهر الراجل ده هنا المقعده في الحته دي كده، العضله دي الياكس اللي جايه من الالياك ريجن ونازله للفيمورال ترانجل مع سوس ميجر، عليها فاشيه من قدام اسمها فاشيه الياكا. نتفق على حاجه بقى يا اولاد، بصوا بقى. الجنين قبل ما تتخلق رجليه كانت فاشيه ترانسفيرساليس وفاشيه الياكا متصلتين هنا ورا الانجوينال ليجامنت. لما ابتدى الليمب بض يمد، لما ابتدى اللور ليمب يتخلق بعد الاسبوع الرابع، ابتدت الفيسلز الشرايين والاورده تتحرك من جوه البطن عشان تنزل للور ليمب. كان مين العائق اللي واقف قدامهم؟ اتصال فاشيه ترانسفيرساليس من قدام بفاشيه الياكا من ورا. الفيسلز هتزق الفاشيتين دول مسافه سنتي مش هيتقطعوا، 2 سنتي مش هيتقطعوا، 3 سنتي مش هيتقطعوا. بعد 4 سنتي من المط في الفاشيه، الفاشيه بتتفتح وتسيب جردل مقلوب او قمع مقلوب اهو، شايفينه؟ نص القداماني معمول من فاشيه ترانسفيرساليس اللي اتمطت، ونص الخلفي معمول من فاشيه الياكا اللي اتمطت، ولحم في جدار الوريد والشريان، وبقى هو الشيس المقلوب اللي انت شايفه ده فيمورال شيس، وطوله 3-4 سنتي من بعد الانجوينال ليجن. اذا هو فانل شيبد شيس معمول بداون وورد اكستنشن، امتداد سفلي من الفاشيه بتاعت اسفل البطن، سواء على الانتيريور ابدومينال وول او على البوستيريور ابدومينال وول، اللي هم قصدي فاشيه ترانسفيرساليس بتاعت جدار البطن الامامي، وفاشيه الياكا بتاعت جدار البطن الخلفي والحوض. دول بيتمطوا لحد ما يعملوا لي شيس طوله 3-4 سنتيمتر حوالين الفيمورال فين الازرق ده والفيمورال ارتري الاحمر اللي جنبه مش مرسوم. فورميشن انا شرحتها اتعملت زي الشيس، جداره الامامي ازاي؟ جداره الخلفي ازاي؟ يلا، جدار الامامي للشيس داون وورد اكستنشن من فاشيه ترانسفيرساليس بتاعت الانتيريور ابدومينال وول. ظهر الشيس امتداد سفلي من فاشيه الياكا بتاعت البوستيريور ابدومينال وول. صح ولا لا؟ فاشيه ترانسفيرساليس لما تتمط لتحت تبقى هي الغلاف الامامي للشيس، فاشيه الياكا لما تتمط لتحت تبقى هي الجدار الخلفي للشيس. يبقى الانتيريور وول داون وورد اكستنشن من فاشيه ترانسفيرساليس
المبطنه للانتيرير ابدومينال وول، البوستيرير وول داون وورد اكستنشن من فاشيا الياكا المبطنه للبوستيرير ابدومينال وول. اهي الخط الاسود ده اهو ساب العضله وراح يغلف الفين وزميله من قدام فاشيا ترانسفيرساليس، اهي اهو ده الشيث. تعالى كده نراجع تاني الكلمتين دول على الصوره دي. انا شرحت لك عضلات بطن الراجل عشان تفهموا معايا ايه. في عضله بطنيه مائله لتحت اكسترنال اوبليك ماسل، في عضله بطنيه مائله لفوق انترنال اوبليك ماسل، في عضله بطنيه متخططه بالعرض ترانسفيرسس ابدومينس ماسل، وراها طبقه فاشيا اسمها فاشيا بتاعه الترانسفيرسس، فاشيا ترانسفيرساليس. تمام؟ اهي دي اللي هتتسحب كده وتبقى الغلاف الامامي للشيز. طيب فتحت بطن الراجل ده، فاشيا ترانسفيرساليس اتقطعت على الحرف ده يا شباب، اهي شايف ده مكان ما قطعت فاشيا ترانسفيرساليس اللي كانت مبطنه المكان ده كله. لقيت في ظهره عضله الياكس متبطنه بفاشيا اسمها فاشيا الياكا. بص بقى الارتري والفين وهم نازلين، مين اللي قدامهم ديت؟ فاشيا ترانسفيرساليس اللي قطعناها بعد الخط ده. طب ومين اللي جايه من وراهم ديت؟ اللي نازله من وراهم دي اللي احنا فاتحين فيها فتحه، دي فاشيا الياكا. اذا لما نيجي ننزل البطن والاقي جردل كده من الفاشيا مغلف الارتري والفين، افهم ان غلاف القداماني فاشيا ترانسفيرساليس، افهم ان جداره الخلفي فاشيا الياكا. تمام يا ولاد؟ حد لاحظ حاجه في الصوره الظريفه دي؟ ادي الجينيتو فيمورال نيرف وهو نازل لجينيتال برانش مالكش دعوه بيه. بص الفيمورال برانش دخل في الشيس مع الارتري وخرج من الشيس اول ما دخلنا البطن، انما الفيمورال نيرف الرئيسي بره الشيس، فيمورال نيرف الكبير بره الشيس لانه في الاصل كان ورا فاشيا الياكا، يعني ورا ظهر الشيس، يبقى مش هيدخل في الشيس. تمام؟ شايفين تاني هعيد لكم الصورة دي؟ بصوا بقى نركز هنا يا ولاد. external oblique internal oblique transversus abdominis fascia transversalis. تمام؟ دي اللي اسمها ايه دي؟ fascia transversalis. شايفها ولا مش شايفها؟ اهي 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 fascia transversalis اللي في ظهر الترانسفيرسس، اهي الراجل قاطعها هنا بس امشي معاها، هو ده اللي فاضل منها قدام الارتري والفين anterior wall of the sheath. طب والبوستيريور وول اوف ذا شيس؟ فاشيا الياكا هتبقى هي ظهر الشيس، انما فاشيا ترانسفيرساليس قدام الشيس. تمام يا ولاد؟ تاني بص لي على الصوره دي كده، الصوره دي صعبه عليكم شويه انا عارف، احنا فاتحين بطن بني ادم وداخلين جوه بطنه ودلوقتي سرته هنا، يعني ده ظهر البطن من قدام، يعني ادي الحجاب الحاجز اهو، شلنا لك الكبد والطحال والمعده من تحته وشلت كل الامعاء والبطن فضيت تماما. ودي العضله اللي عامله السكس باكس عند الرياضيين اهي، ريكتس اليمين والشمال اهي لسه في الغلاف بتاعها. بصوا تحت بقى يا شباب، ادي الارتري والفين اللي هيبقوا بعد شويه فيمورال ارتري وفيمورال فين عايزين ينزلوا لرجل الراجل ده. الناس واخده بالها ان ده الاسيتابولم وده الاسيتابولم الثاني اللي هتركب فيهم الفيمر، يعني احنا دلوقتي جوه الحوض اهو. بصوا بقى يا اولاد، دي المنطقه اللي هيبدا فيها ارتري وفين ينزلوا عشان يبقوا فيمورال ارتري وفيمورال فين. كل الناس واخده بالها ان ثلاث عضلات البطن دول الخارجيه اكسترنال اوبليك بعدها انترنال اوبليك بعدها ترانسفيرسس ابدومينس متبطنه بفاشيا اسمها فاشيا ترانسفيرساليس. كابتن خيرو ضرب فيها مشرط عشان يقول لك هي دي فاشيا ترانسفيرساليس. امشي معايا كده، الشريان والوريد وهم نازلين هياخدوها معاهم وتبقى هي الغلاف الامامي للشيس. مين جدع بقى هيقول لي مين اللي ماليه الالياك فوصه ديت؟ الياكس ماسل، والفاشيا اللي عليها دي فاشيا الياكا، هتمشي ورا الفيسلز، اذا قدام الفيسلز فاشيا ترانسفيرساليس هتتسحب معاهم، ورا الفيسلز فاشيا الياكا هتتسحب معاهم. فاشيا ترانسفيرساليس اهي في ظهر الترانسفيرسس اللي هي ديت، مشيت قدام الارتري والفين وخرجت معاهم. فاشيا الياكا مغطيه الياكا اهي وهتمشي معاهم. فيمورال نيرف اهو يا شباب، بره فاشيا الياكا، يبقى هيبقى بره الشيس لما يتعمل. اتمنى تكون وصلت. الصورة تانية اهي شباب، بس يعني مش هنزود بقى، ادي الياكس ماسل وادي الفاشيا الياكا اهي، هتبقى هي البوستيريور وول بتاع الشيس اللي فيه الارتري والفين، انما الفيمورال نيرف هيفضل بره الشيس. تمام. ايه بقى الكومبارتمنتس بتوع الفيمورال شيس؟ تقسيمات او غرف الفيمورال شيس. يمكن انتوا خلاص وصلتكم الصورة شوية، الغلاف الامامي للشيس هو فاشيا ترانسفيرساليس، الغلاف الخلفي الفاشيا اللي على الياكا اللي ورا منه الفيمورال نيرف، يبقى هو ده الشيس. الجردل المقلوب ده اللي طوله 3 سم ده هو الشيس.
بلاقي حاجز ميديال وحاجز لاترال، يقسموا لي الشيس ثلاث غرف، غرفه ميديال وغرفه انترميديت وغرفه لاترال، هو ده الفيمورال شيس. يبقى الشيس ديفايدد بتو انترو بوستيريور سبتا بحاجزين اماميين خلفيين الى ثلاث غرف، حاجز جاي من قدام لورا انترو بوستيريور وحاجز جاي من قدام لورا انترو بوستيريور، قسموا لي الدنيا لاترال انترميديت ميديال. لاترال كومبارتمنت الشباب شايفين مين اللي فيه؟ الفيمورال ارتري، ومعاه الفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف، ومعاه الفيمورال برانش بتاع الجينيتو فيمورال نيرف. شايفين ده اهو؟ اهو ده الفيمورال برانش بتاع الجينيتو فيمورال نيرف ماشي جوه الغلاف وهيطلع للجلد كمان شويه. تمام؟ او تشوفوا في الصوره دي اهو فيمورال برانش بتاع الجينيتو فيمورال نيرف داخل مع الارتري في اللاترال كومبارتمنت وبعد كده بيطلع للجلد. جميل. تاني كومبارتمنت الانترميديت كومبارتمنت ما فيهوش غير الفيمورال فين ابن حلال. ميديال كومبارتمنت مهمه قوي قوي هنبدا بيه المحاضره اللي جايه. شورتست كومبارتمنت اقصر غرفه في الثلاث غرف، ده راجع لان الانجوينا ليجامنت مايل من فوق لتحت يا شباب. ها الانجوينا ليجامنت عالي بره واطي جوه، فهيبان لي من الشيس حرف طويل بره وحرف قصير جوه. فاهمين؟ الميل ده اهو هو اللي هيديك ايحاء ان الشيس هنا اطول من هنا. المهم اقصر اوضه دي هيبقى اسمها فيمورال كانال. يعني لما اسال الشباب ايه هي الفيمورال كانال قول لي الميديال والشورتست كومبارتمنت في الفيمورال شيس. ده ايه الحاجات اللي قاعده جوه الفيمورال كانال؟ فيها دهن سايل سيمي ليكويد فات، وده مهم قوي هقول لك لازمته ايه. وفيها افرنت فيسلز طالعين من الديب انجوينال ليمف نودز ورايحين للليمف نودز اللي في الحوض اللي اسمهم اكسترنال ايلياك ليمف نودز. يعني الديب انجوينال ليمف نودز اللي جوه دول بياخدوا من السوبرفيشال اللي كانوا في السوبرفيشال فاشيا وبعد كده تدخل الفيسلز وتبقى طالعه منهم تروح للحوض، فيقول لك انا خارج من دول ورايح للحوض. افرنت طالع من الديب انجوينال ليمف نود ورايح للاكسترنال ايلياك ليمف نودز. افرنت ليمف فيسلز من الديب انجوينال للاكسترنال ايلياك ليمف نودز. بس بيبقى فيه واحده من الليمف نودز لوحدها كده مخصوصه اسمها ليمف نود اوف كلوكي، دي واحده من الديب انجوينال بس لها معامله خاصه ليمف نود اوف كلوكي. التي ما تتنطقش لان الراجل ده فرنساوي وصفها في نفس الوقت واحد تاني اسمه روزن مولر، فبيسموها ساعات ليمف نود اوف كلوكي او ليمف نود اوف روزن مولر، الاثنين واحد. طب وايه يعني الاهميه الطبيه لها؟ طلعت ان هي المسؤوله عن تنظيف راس القضيب او جلانس بينس. جلانس بينس مش جلاند يا شباب، ها جلانس بينس بيتنظف على دي الروزن مولر ليمف نود او ليمف نود اوف كلوكي، هي اللي بتنظف جلانس بينس في الميلز او جلانس كليتورس في الفيميلز. الفيميلز عندهم حاجه تشبه القضيب عند الذكور اسمه كليتورس او بالعربي البذر، ده اللي بيحصل له عمليه سيركمسيجن في الناس اللي بتعمل سيركمسيجن في الفيميلز. المهم انه الجلانس بينس في راجل او ما يقابلها في ست اللي هو جلانس كليتورس بيتنظفوا على ليمف نود اوف كلوكي اللي في الفيمورال كانال. تمام؟ سؤال بقى هختم لكم به المحاضره دي واسيبكم تفكروا فيه لحد ما نبقى نتقابل في مناقشه. What do you think about the importance of the femoral sheath؟ تفتكر ربنا ليه مط فاشيا ترانسفيرساليس وفاشيا الياكا بتوع الانتيريور والبوستيريور ابدومينال وول مسافه 3 4 سم حوالين الفيمورال ارتري والفيمورال فين؟ هل لو ما كانش عمل الشيث ده كان هيبقى فيه مشكله؟ خليك بس تبقى تركز في الصورتين دول وتحاول تشوف لي اجابه. واحد واخد وضع القرفصاء سكواتنج عشان يشيل تقلة ايد، واحد واخد وضع القرفصاء على كرسي وبيفكر ومشغول في حاجة. هل لو ما كانش الفيمورال شيس موجود كانوا الاثنين دول هيعانوا من مشكلة؟ يا ريت تشوفوا لي الإجابة لحد ما نتقابل في المحاضرة اللي جاية.